السلام عليكم. إذن اليوم غادي نديرو فيديو آخر كيتعلق بالمول وكمية المادة، مول اي كونتيتي دو ماتيير. اليوم غادي نتكلمو على فوليوم مولير، الحجم المولي، ايكواسيون ديتا دان غاز بارفي، معادلة الحرارة بالنسبة للغازات اللي هي بارفي الكاملة، الغازات الكاملة. الأول غنتحدثو على فوليوم مولير، نتحدثو أيضا على أون فابارلي دونسيتي دان غاز، إي أونفان ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. ودائما منساوش بأن هادشي كلو سنحطو في الموقع اللي سميتو قسمي.com، اللي هو الموقع الخاص بيا. دونك غنبداو بالفوليوم مولير دي غاز. لو فوليوم مولير دان غاز كنرمزو لو في ام، اي لو فوليوم اوكيبي باغ اون مول دو نامبورت كيل غاز، يعني هو واحد الحجم المحتل من طرف مول واحد من اي غاز، والمول فيت شفناه قبل. اذا خدينا مول من شيء، اذا هذاك الحيز من الفضاء اللي غادي يحتلو كيتسمى فوليوم مولير. بريز دون دي كونديسيون ديفيني دو تمبيراتور اي دو بريسيون، اللي عنده علاقه بطبيعه الحال بدرجه الحراره اي لا بريسيون الضغط. il s'exprime en litres par mol، دونك الوحده يعني المستعمله ديالو لتر بار مول. Le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. Il dépend uniquement de la température et de la pression. Donc, on va faire comme un bijou, je le sais, qui est une condition ordinaire de température et de pression. درجة الحرارة، ولكن تسمى أيضا ستاندار، كونديسيون ستاندار دو تمبيراتور، ولا كونديسيون أوردينير دو تمبيراتور، يعني درجة الحرارة العادية، يعني الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط. بالنسبة للتي لا تمبيراتور 20 دوغري سي، بريسيون 10 بويسون 5 باسكال، الفوليوم مولير كيكون هو 24.0 لتر بار مول. بينما إلا خدينا لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور دو بريسيون، يعني الظروف النظامية، كاين تي صفر درجة سي، بي 10.5 باسكال، اي فوليوم مولير هو 22.4 لتر بار مول. دونك هادو دو كونديسيون، سوا كونديسيون ستاندار او بيان اوردينير، هادو هما الشروط. بينما إذا كنا كنتحدثو على كونديسيون نورمال، شروط نظامية، دونك تي 0 دوغري، بي 10.5 باسكال، اي في مولير 22.4 لتر بار مول. Un deuxième appel volume et quantité de matière. La quantité de matière contenue dans un volume V d'un gaz est donnée par la relation suivante. Donc, combien de mètres de litres de N contenue dans un volume V, يعني في واحد الحجم معين، إذا هي V على V مولير. إذا في مطلوب منا حساب كمية المادة وكنعرفوا الحجم ديال يعني ديال المادة، إذا فقط كنشدوا الحجم ونقسموه على في مولير اللي شفناه سابقا، يا إما 22.4 في الشروط النظامية أو 24 في الشروط اللي هي العادية. avec n quantité de matière en mol، v volume de gaz en litre، et v molaire volume molaire en litre par mol. هنا ناخذ question كسؤال. Calculer le volume occupé dans les conditions normales de température et de pression de 15 mol de SO2, dioxyde de soufre. Tabiat al-hal ghanakhdou al-alaqa mubasharatan. Donc N est égal à V sur V molaire. Idem V est égal à N fois V molaire. Obtenez N via 15 mol fois ou V molaire pour les conditions normales de température et de pression. Il y a 22.4 litres par mois. Netija, il y a 336 litres.
دونك نتكلموا دابا على دونسيتي الكثافه اون ديستينغ دو كا دونسيتي دونك هنا لا دونسيتي اي دوني بار لا ريلاسيون سويفونت d est égal à rho sur rho de l'eau. Donc, la densité, d est égal à rho sur rho de l'eau, avec rho masse volumique du corps, et rho de l'eau, il y a la masse volumique de l'eau. Donc, il y a la halaqa, d est égal à rho divisé par rho de l'eau, n'est-ce pas, l'assam saba ou l'assam saïla. دونك حنا كنعرفو ديجا ان ام كتساوي ام على لا ماس مولير رو اي تيغال ام سور في دونك ام اي تيغال رو في ديفيزي بار ام رو اي تيغال دي فوا رو دو لو اذا هي رو دو لو فوا دي فوا في سور لا ماس مولير اذا هنا لا بغينا كمية المادة ولكن المعطيات كاين يعني الكتلة الحجمية ديال الماء لا دونسيتي اي في الا بغينا لا دونسيتي دان غاز Donc, on a une somme salva pour les solides et les liquides. Nous avons les gaz. D est égal à m gaz sur m de l'air. Ou bien, la masse molaire du gaz divisée par la masse molaire de l'air. Donc, la masse molaire de l'air, c'est rho de l'air fois v molaire. Donc, rho de l'air, il y a déjà une appel, il y a 1,293. وفي مولير شفناها 22.4 اذا بصفه عامه نقدروا نقولوا بان T هي لا ماس مولير دو غاز ديفيزي بار 29 اذا هنا بالنسبه لي سوليد الي ليكيد تي ايغال ا رو سور رو دو لو بالنسبه لكميه الماده ان ايغال ا رو في سور ام او لا ام سور لا ماس مولير ولا رو فوا تي فوا في سور لا ماس مولير بالنسبه للاجسام اللي هي غازيه تي ايغال ام لا ماس du gaz divisé par mR, ou bien la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air, ou bien la masse molaire du gaz divisé par 29. Donc ici on distingue deux cas. Soit on a des supérieurs à 1, le gaz est plus dense que l'air, yani le gaz qui compte akthar kathafa men l'hawa, bainama il a kanté asghar men wahid, le gaz est moins dense que l'air, yani qui compte akal kathafa men l'hawa. إذا كان الغاز أكثر كثافة من الهواء إذا الهواء كيكون في الأعلى وهو كيكون في الأسفل بينما إذا كان لو غاز اي موان دونس دونك لير كيكون الفوق بينما الغاز كيكون المدروس كيكون في الأسفل فوالا دونك هنا تحدثنا بوغ لي ليكيد اي لي سوليد دي تيغالا روسو اكسيتيرا بالنسبة لي غاز دونك هادو هما الحلقات الخاصة بي نتكلمو دابا على ايكواسيون ديتا دان غاز بارفي ديفينيسيون اون ابل غاز بارفي ان غاز دون ليكيل سون ابسونت دي فورس دانتيراكسيون يعني واحد الغاز اللي كتكون هاد لي زانتيراكسيون يعني التاثيرات كتكون يعني ابسونت يعني كتكون مختفيه يعني كنعتبروا بانها مهمله التاثيرات مهمله افي بريسيون في ضغط منخفض و لي زانتيراكسيون اونتر لي موليكول كونستيتوتيف دي غاز سون تري تري فيل يعني في الضغط المنخفض كيكونوا التاثيرات كتكون يعني صغيره جدا الا كانوا هاد الشروط هادو اون بو دير كو Le gaz est assimilé à un gaz parfait. Yani, un gaz le wakel. Loi du gaz parfait. La loi du gaz parfait est définie par la relation. Yani, gaz le wakel. PV est égal à NRT. P pression. Dak. La pression en pascal, V c'est le volume en mètre cube, est égal à N. N, il y a la quantité de matière en mol. R, c'est la constante des gaz parfaits en joules, moins 1, K moins 1, c'est une constante.
8,314 joules moins moins 1 K moins 1. Au T, c'est bien sûr la température, mais la température absolue, c'est-à-dire en Kelvin. Donc, nous avons appris que nous avons une درجة de حرارة درجة C. إذا باش نحصلوا عليها بالكيلفان كنزيدوا 273.15 مثلا 0 درجة C باش نحولوها لكيلفان 0 زائد 273.15 يعني 273.15 كيلفان وهكذا كنكون حولنا 0 درجة C إلى الكيلفان بمعنى 273.15 كيلفان إذا كانت عندنا 1 درجة C باش نحولوها لكيلفان إلى 1 زائد 273.15 هي 274.15 كيلفان Voilà. Donc, quand on a une salle de la quantité de matière ou le mol, la vidéo que j'ai, on va faire une exercice de la quantité de Donc, pour vous faire le jamais, on va essayer de revoir les relations pour que les exercices soient connus, on va savoir à qui on va s'adresser.